سكاتر بلوت في الداتا فيجواليزيشن الدرس الرابع. تمام، هذا السكاتر بستخدمه عاده لاستكشاف العلاقات بين الاتريبيوتس، العلاقات بين الاتريبيوتس. تمام، خلينا نطلع. انا عندي البيانات، راح اشتغل على دومين جديد اللي هو الانشورنس. تمام، هاي البنات البيانات انا عندي شكلها بهذا الشكل. انا عندي الايج، السكس، بي ام اي، تشيلدرن، سموكر، ريجون، تشارجز. تشارجز هي قيمه القسط او التامين المفترض انه يدفعه هذا الشخص. انت قبل ما تدخل ممكن انت تعمل assumptions. هل في علاقة بين الايج والتشارجز؟ هل في علاقة بين العمر وقيمة التأمين المفروض يدفعه الشخص؟ ليش؟ ايش؟ كل ما كبر انه يمكن يودع يعني اسرع، فبالتالي يدفع اكثر، مع انه هذه القاعدة بطلت صحيحة الايام، بس يعني انه ماشي اوكي. هذه جزء من البيانات. وين 32 و31؟ ايش بدفع؟ ايوه 3000. 33. هنا 2000 وهنا 3000، اوكي يعني في فرق 1000. شو السبب؟ شو؟ هاي الهيد، هاي 32 و33، ايش الاختلاف بيناتهم؟ البي ام اي، يعني سبب الاختلاف مش العمر، عامل ثاني اللي هو البي ام اي. حنجي له هالجيت، خلينا في العمود الثاني. حتى كمان بيبين انه لما يكون في عنده اطفال بتقل، وبدفع لنفسه بس ولا بدفع للاطفال كمان؟ هذه برضه فرضيه ثانيه. شباب اللي احنا بنحكيه الان هذه عباره عن فرضيات، بدي اشوف في الفيجواليزيشن هل هذا كلام صحيح ولا لا؟ هل فعلا كل ما زاد عمره كل ما بدفع اكثر؟ هل فعلا كل يعني انه انا بدي اجي اقول انه يعني هو ميل ولا في ميل؟ انه بيدفعوا اكثر، مين بيدفع اكثر، ميل ولا فيميل؟ مين بيأمن على حاله اكثر؟ مين المعرض للخطر اكثر؟ يفترض الميل، يفترض الفيميل بيعرفوش يسوقه. هذه برضه فرضيه ثانيه. اوكي، بي ام اي، بودي ماس اندكس، اللي هي عبارة عن نسبة الوزن بالنسبة للطول. الوزن بالنسبة للطول مش وزن بس. تمام؟ فهذا عبارة عن اندكس. كل ما زاد البي ام اي معنى ذلك انه في زيادة في الوزن وهو قصير يعني. تمام؟ يعني بيزيد بالعرض مش بيزيد بالطول يعني. تمام؟ فهل في علاقة لهي الشغلة بالتأمين؟ وكل ما زاد الوزن بتزيد المشاكل الصحية، سكر وضغط دم وقلب ومش عارف ايش وابصر ايش. الريجون، السموك، التشيلدرن، اكيد حنشوف. طب السموكر يس ولا نو؟ اللي بيدخنوا في عندهم مشاكل. تمام، بده يوفر حق شو اسمه، وكمان بده يدفع تأمين، وكمان في مشاكل صحية. الريجون في لها علاقة؟ الناس اللي ساكنين في المنطقة هذه تعون مشاكل. تمام؟ فبالتالي لا، بدهم يدفعوا تأمين أكثر. تمام؟ طيب نيجي للسكاتر بلوت. سكاتر بلوت ايش السنتكس تبعها؟ سكاتر بلوت ايش بدي له؟ اكس وواي.
زي ما في البار بلوت بديله اكس وواي، في السكاتر بلوت بديله اكس وواي. ايش اديته؟ بي ام اي والتشارجز. هيك كل ما زاد الوزن وهيك يعني كل ما زاد انه الدفع. هل فعلا كل ما زاد الوزن بيزيد الدفع؟ يعني انت عندك هاي التوزيع تمام، اغلبهم انه هاي توزيع الوزن تبعهم موزع هيو على الاكس اكسس تمام، وبدفعوا في حدود بين ال 500 وال 1500 تقريبا، ملوش علاقة. عشان نتأكد من هذا الموضوع بدنا نرسم حاجة اسمها ريج بلوت، اللي هو عبارة عن علاقة خطية بين المتغيرين هدول اللي هو البي ام اي والتشارجز. والعلاقة الخطية هذه كل ما كانت أفقية أكثر، معنى ذلك إنه بيكون ملوش دعوة. في علاقة طفيفة ولكن مش كتير، يعني سلايت افكت بين هدول التنتين تمام؟ طيب يبقى اللاين بلوت والريج بلوت، بروح برسم لك علاقة خطية بي. لو كانت هذه إنه مايلة بهذا الاتجاه زي هيك، بيصير بقدر أقول إنه كل ما زاد الوزن بيزيد للتشارجز. لكن طالما هي أفقية بقدرش أقول هذا الكلام. يبقى هنا من الرسمة إحنا استنتجنا، وعشان نتأكد من الاستنتاج استخدمنا الريج بلوت وتأكدنا من الاستنتاج هذا. نيجي إنه أنا في عندي هنا تكتل، إنه هدول على سبيل المثال اللي عندهم بي ام اي 35، ليش منهم في فئة بتدفع متوسطه 1000 وفئة تانية بتدفع متوسطه 4000 و5000؟ شو السبب؟ في عامل تاني. العامل الثاني هذا بدي ادخله في الرسمة هاي بالالوان، اللي هي السموكر بالضبط تمام. فبالتالي هنا برضو نفس الفكرة، سكاتر بلوت اكس وواي، بس ايش دخلت باراميتر ثالث اسمه هيو، والباراميتر الثالث هذا لازم يكون كاتيجوريكال. انا عندي الفاليو هنا في السموكر يس او نو، فبالتالي بروح بيلون لي اياه. فهنا فعلا ظهر بشكل واضح انه النو بيدفعوا اقل واليس بيدفعوا اكثر. يبقى مش ملوش علاقه كثير بالبي ام اي تمام، بس انه اليس بيدفعوا اكثر، واضح جدا من هاي الشغله. وهي الشغله ممكن انه احنا نتاكد منها، بقول له لو سمحت ارسم لي علاقه خطيه بين البي ام اي والتشارجز، بس بدي ترسم لي خطين، واحد للسموكر يس وواحد للسموكر نو تمام. فهي برسم لي هنا هيو افقي ما فيش اي تاثير، لكن السموكر يس هيو شايف ما دام خط بهذا الشكل معنى ذلك انه تزايدي. يبقى المدخنين كل ما زاد وزنهم بدفع اكثر، يبقى هذا كلام بقدر اقول عنه انه هو صحيح. ليش؟ لانه الخط هيو طالع زي هيك تمام. نيجي الان لنوع ثاني من البلوت بستخدمه للكاتيجوريكال داتا اسمه السوارم بلوت. سوارم يعني سرب، بحاول انه هو يشكل لي البيانات انا عندي على شكل اسراب ويشوف التجمعات تبعتها. انا عندي هنا السموكر مع التشارجز، لاحظ انه الاكس انا عندي هذه كاتيجوريكال، ففعليا حتطلع انا عندي كتلتين، واحده لليس وواحده للنو. اغلب اليس بدفعوا متوسطه بين ال 500 و 1500 ما عدا هذا السرب، انه بدفعوا اكثر شوي اكيد في عامل ثاني تمام. الان اللي اليس بدفعوا اكثر فوق ال 1500 تمام، بس متجمعين على تجميعتين على سربين، اللي هو هذا السرب مع هذا السرب تمام. اجيت شو اللي سبب في الزياده هذه؟ اكيد عامل ثاني، يا اما المنطقه السكنيه، يا اما عدد الاطفال، يا اما هل هو ميل ولا فيميل. ممكن نحن نشوفها برضه، نعمل مور انفستيجيشن في هذا الموضوع اوكي. فالان اتس يور تيرن، انت جرب هذا الاكسرسايز بعد البريك ان شاء الله.